تحية لكم مشاهدي اليوم على الحرة، أنا عمرو جميل أحييكم من دبي. مستقبل نادي الرفاع البحريني مشاهدينا والأسباب التي أدت إلى خروج منتخب البحرين من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل، هذه المواضيع كانت محور حديثي مع لاعب منتخب البحرين والرفاع البحريني حسين سلمان، والذي تحدث أيضا عن استعدادات نادي الرفاع لمنافسات الجولة الثالثة من بطولة الأندية الخليجية 27 لكرة القدم. نتابع. كابتن حسين سلمان نجم منتخب البحرين والرفاع البحريني، مرحب بيك معنا في دبي. ارحب فيك وارحب في الجميع ان شاء الله. طبعا يعني عايزينك تكلمنا عن، احنا عارفين انه الرفاع البحريني حاليا متصدر الدوري البحريني بالعلامه الكامله، كيف ترى الفريق البحريني وفريق الرفاع في هذه الفترة الحالية التي تعتبر من أزهى الفترات في الدوري البحريني، يعني عن في السنوات الماضية خاصة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أن نادي الرفاع مشى في بداية الموسم بشكل صحيح وبمجهود الإدارة والجهاز الفني، قدرنا أن احنا نحقق النتائج الإيجابية ونظهر بالمستوى الممتاز. يعني طبعا ما كانش للمنتخب البحريني الحظوظ للتأهل للتصفيات النهائية والأخيرة لكأس العالم 2014 بالبرازيل، ما هي كانت الأسباب من وجهة نظرك؟ والله بين الأسباب يعني هي ممكن حضور المدرب في وقت متأخر، ما شاهد الدوري وما شاف اللاعبين من البداية، فيعني جت النتائج عكسية بشكل طبيعي، بس ان شاء الله في المستقبل المدرب راح يحقق نتائج ايجابيه اكثر. عارفين طبعا ان انتم تواجدكم في الامارات بسبب لقاء هام جدا مع فريق الوصل اللي وقع في مجموعتكم بدوري الابطال الخليجيه الانديه الخليجيه خليجي 27. ما هو يعني تقييمك لهذه البطوله التي تقام للنسخه 27 ورايك في هذه البطوله، وهل الى اي مدى تحقق طموحات واهداف اللاعبين بها والفرق؟ هي بطولة جيدة، بس نتمنى في المواسم القادمة بعد أن تشارك فيها فرق أقوى من الفرق اللي موجودة حاليا، أن تشارك فيها فرق بطل دوري بطل كاس، علشان تكون منافسة أكبر والمستوى أحسن من المستوى الحالي اللي موجود في البطولة. يعني حظوظكم في المجموعة إيه؟ والله حظوظنا كبيرة، إحنا مع الوصل فايزين على النهضة العماني، وهو فريقين يتأهل من كل مجموعة، يعني أشوف الحظوظ كبيرة حق الفريقين. يعني طيب لو اتكلمنا عن طموحاتك، عارفين أنك كنت تلعب في الوصل الإماراتي ومن قبل والآن مع الرفاع إلى موطنك الأصلي البحرين، طموحاتك هل توقفت عند ذلك ولا هناك طموح للاحتراف خارج آسيا أفريقيا أو أوروبا؟ والله كل لاعب يتمنى إلى أنه هو يحترف في أوروبا ويشوف يعني الاحتراف الحقيقي اللي هو في أوروبا، وإن شاء الله لين جت الفرصة ليش ما نكون موجودين إن شاء الله. يعني كيف ترى حظوظ الفرق المتأهلة العربية بالتحديد، قطر، لبنان، منتخب العراق، منتخب الأردن، إلى التصفيات الأخيرة لكأس العالم؟ والله أنا أشوف حظوظهم كبيرة، يعني ما عدا ممكن المنتخب الأردني واللبناني شوي حظوظهم أقل، لان هم انجاز لهم انهم تاهلوا للمرحله الثانيه، ونتمنى حق جميع الفرق ليش ما يكون لبنان بعد ان يكون عندهم الطموح انهم يحققون انجاز تاريخي بالنسبه للكره اللبنانيه والعربيه. كل التوفيق. مشكورين ان شاء الله. لاعب المنتخب البحريني لكرة القدم ونادي الرفاع حسين سلمان مشاهدينا كان قد فاز بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لعام 2010، كما تم اختياره ضمن قائمة اللاعبين ال15 الأبرز على الساحة الآسيوية للعام نفسه. مزيد من أخبار الرياضة مشاهدينا في ساعتنا المقبلة، أما الآن فإلى الفقرة الفنية والمنوعة والزميلة فاتن زين الدين.